اول حاجه خلينا نقول هل المتحرش ليه مبرر، وخلينا نقول هل انت شايفه انه كل اللي قالته الاستاذه اشجان انه صح، بس بالاضافه الى انك عندك وجهه نظر في موضوع النظره. أنا موافقه حضرتك جدا، انا بس يعني بقول انه التحرش هو اشمل، هو ان انا احس ان انا ما عنديش حر، احس ان انت او انت بتكسر حدودي بشكل بيخليني مش مرتاحه. فالتحرش الجنسي بالعكس، هو احنا في نظرات بتقتلني زي ما في لمسات تقتل اللي جنبي. فانا مبدا واحد في التحرش، انا بقول انه يعني انا في اعتقادي معرفش صح ولا لا، ممكن حضرتك تفيدينا اكتر، انه في نظره كاختصاب، يعني في اختصاب بيكون بالنظره. بس سيادتك مش هتقدر تثبتيها. لا احنا مش هنقدر نثبت انه لمسني، انه تلفظ بشهاده الشهود يقول لك ان النظره انه ما بصيتش ناحيتها، اللي يثبت انه ما هو ده كلهم بيقولوا كده. بس اللي احنا بنقوله النهارده وده احنا بنعرف بالظبط، وده جزء من تمكين البنات. احنا نفسنا في ده التحرش كقانون، بس احنا بنبتدي بالتعريف، لانه التعريف بيمكنني وانا قاعده بتفرج عليكي في بيتي. انت بتمكنيني لما تقولي لي ايوه صح، لما يبص لك بصه فيها كسر الحدود ده اسمه تحرش وانت مش مجنونه. ما هو انا لو كل يوم بنزل من بيتي كل مصر بتبص لي، او في شباب بيبص لي في الشارع، وابقى رايحه الشغل متضايقه ومتنكده وحاسه في حاجه غريبه، ما هو انا هحس ان انا مجنونه، ان انا مش طبيعيه. وطبعا انا مش هسيبك في الحلقه، اصل انت قلته بتاع خرجت عن اللي ربنا كتبه، دي يعني لازم نقفها، لانه في حكم ضمني بيتحكم علينا كبنات. ازاي بقى؟ انا بيتحط لي كده فريم، حضرتك محترم جدا، قلت ان انا خرجت عنها، بس حضرتك مش هتأذيني، غيرك هيأذيني، لانه عنده في جواه احساس انه بتاعت الشيخ احمد الطيب اللي لسه. لا انا ما هرجع لكلمه حضرتك. لا ما هو الشيخ احمد الطيب قال لك ايه، ماشي يعني كملي حضرتك الجزء الثاني من اللي هو من كمل وجهه نظرك. لا عشان بس نقف عند الحته دي، عشان هي اصلا لا هقول لحضرتك حاجه على الحته دي. فرد. طب حتى لو تكمل وحضرتك قضيه يا جماعه، الفريم مش احنا اللي حاطينه على فكره، الفريم يا فندم ما بيتكلمش عن الحجاب كحجاب. استاذه اشجان نديها فرصه تكمل. ايوه انا قلت لكم يا جماعه ان مفيش واحد عاقل ماشي هيتقبل التحرش. طبعا لان انا النهارده لو تقبلت التحرش يبقى تقبله على مراتي، هتقبله على بنتي، هتقبله على امي، هتقبله على اختي. مفيش انسان عاقل هيتقبلوا تحت اي مبرر. طيب احنا بنبتدي عشان نبقى بس بنتكلم في فريم كده كلنا متفقين عليه. هل ترضاه لامك؟ بالظبط. يا جماعه ندي فرصه للضيفه تكمل كلامها. لا احنا بس يعني انا عايزه اقول ان احنا لما بنعرف التحرش هو بشكل مباشر وغير مباشر بيمكنني كفتاه وكامراه انك بتقولي لي حقك فين وحقك مش فين. فلما بقول التحرش لفظي وكلام لفظي وباللمس بكل مستويات اللمس، عشان بيتقال لنا جمل معلش ما كانش قصده، يعني اصل ايديه خبطت بالغلط، يعني الكلام المبررات الضمنيه ما كانش قصده النظره اللي انت فهمتي. لا انت اللي نيتك وحشه. لا النظره ممكن تقتل انا اعرف بنات بيجوا لنا وبيقعدوا معانا في الجلسات المشوريه اللي احنا بنعملها بيقولوا انا بسبب البصات ما بنزلش من البيت. في واحد تقول لك انا النظره بتخترق جسدي. يعني ايوه بيقلع. انا كان مره بندي تدريب خرصاصه جسمي. ايوه اللي بتخترق الجسد. احنا مره كنا بندي تدريب لبنات في ستة ابتدائي، وبنت قالت بالنص كده انا مفيش مره خالي ما لمسنيش بعينيه. يا ساتر. خالي مفيش مره خالي ما لمسنيش بعينيه يا استاذه بس. فاحنا اكيد بنتكلم على كل المستويات. واجان انا نفسي اقول بس تاني ان احنا بتعرفنا الصحيح الدقيق للتحرش الجنسي، انا بمكن البنات والفتيات ان هم يفهموا ليكي حق حبيبتي انت مش مجنونه. لو بتسمعينا النهارده انت مش